السلام عليكم، أنا لارا زايد، حتكلم عن الانتردكشن. حتكلم أول شيء عن أسلوب الحياة الحالي اللي يتطلب مننا أننا نعلب أغلب البرودكتس اللي نحتاجها، وهذا اللي يزيد فترة استعمالها لشهور وسنوات، ويكون الصوديوم فيها أقل بنسبة 40%. هدف التعليب نعمل ديستروي للمايكرو أورجانيزم عشان نمنع التلوث. حنتكلم هنا عن انه يصير تلف الأطعمة المعلبة بسبب بعض العوامل، منها ممكن تكون بيولوجيكال، كيميكال، فيزيكال. والمواد الحافظة تعتبر نعمة لحفظ الأطعمة المعلبة لأنها تعمل ستوب للميتابوليزم. تسمى عملية حفظ المواد بحيث أننا نغير عمرها الافتراضي لعمر أطول بالتعليب اللي هي الكانينج. الفود ماتيريالز بروسيسد بيكت ان اير تايت كونتينرز ار نون اس كانت فود، اللي هي المواد المعلبة. طبعا المعروف توتال انه احنا زي في السوبر ماركت بناخذ الايرون جار اللي تكون زي تبع الخضروات الفواكه المعلب، اي شيء معلب. اما الجلاس جار بوبل نستخدمها في الهوم كانينج، زي لما احنا بنعلب شيء في البيت بنستخدم الجار القزاز اكتر شيء. السلام عليكم، انا براءة، راح أتكلم عن spoilage of canned food اللي هو تلف الأغذية المعلبة. The safety of canned food is generally of main concern to government. إنه بشكل عام سلامة الأغذية المعلبة مهمة بالنسبة للحكومة لأنه غذاء للشعب. A new US processing allowed survival of Clostridium botulinum spores for 33 years in canned food. إنه كان هناك في United States كان في هناك survival Clostridium botulinum spores 33 سنة في الأغذية المعلبة. Spoilage of canned food can be detected on the basis of various signs. إنه ممكن يعرفون إنه فيه تلف في الغذاء المعلب هذا عن طريق soft swell انتفاخ ناعم، و hard swell انتفاخ قوي، flipper، springer و leaker منه تسرب. Factor affecting microbial growth in food. إنه عوامل تؤثر على نمو الميكروبات في الغذاء. أول شيء الـ intrinsic factors اللي هي عوامل أساسية زي الـ pH، زي الـ moisture اللي هو الرطوبة، زي الـ water activity، وزي الـ physical structure of food إنه حالته الفيزيائية سواء كان سائل صلب. Available nutrients زي المواد الغذائية الموجودة اللي ممكن تساعد الميكروب هذا على انه ينمو داخل هذا الغذاء. Presence of natural antimicrobial agent انه وجود وجود antimicrobial يعني مضاد للميكروب لكنه بشكل طبيعي في هذا الغذاء. أما الـ extrinsic factors اللي هي العوامل الخارجية زي درجة الحرارة temperature، humidity، الرطوبة، gases types نوعية الغازات، و numbers of microbes present in food زي وعدد الميكروبات الموجودة في هذا الغذاء. Microbes associated with spoilage اللي هي الميكروبات اللي ممكن تسبب
مختلف للغذاء. أول شيء عندنا سبور فورمينج بكتيريا، اللي هي البكتيريا المنتجة للجراثيم الجرثومات اللي هو سبور. ومن أنواع السبور فورمينج بكتيريا في 3 أنواع. أول نوع هو الأبليجيت إيروبس، اللي هي اللي تتطلب وجود الهواء بشكل أساسي للنمو، اللي هو الباسيلس سبتيلس وباسيلس مايكوبدايز. أما النوع الثاني هو الفاكوليتيف أنايروبس، اللي هي ممكن تنمو في يعني تنمو في الأكسجين، في وجود أكسجين، وممكن تنمو في أماكن ما يكون فيها أكسجين بشكل أساسي، اللي هي باسيلس ستيروثيرموفيلس وباسيلس ماسيرينياس وباسيلس بوليميكسا وباسيلس كواجولانس. النوع الثالث هو الأوبليجيت أنيروبس، اللي هي ممكن وجود الأكسجين يقتلها، زي الكلوستريديوم بيوتيلينيوم وكلوستريديوم هيستيليتكيوم كلوستريديوم بيفيرمينتس وكلوستريديوم سبوروجينيس وكلوستريديوم باستيرينيوم وكلوستريديوم بيتيريسيوم. والنوع الثاني هو النون سبور بيرينج بكتيريا ييست اند مولد، زي اللاكتوباسيلس وزي اللوكينوستوك سبيشيز. الاورجانيزمز انترينج فيا كونتينر ليكج، يعني الكائنات اللي تدخل بسبب تسرب من العلبة، اللي زي الباسيدوموناس والاكروموباكتير جروب والييست. السلام عليكم، أنا نوال المالكي. حتكلم اليوم عن disease caused، اللي هي إيش الأمراض اللي تسببها canned food. أول شيء عندنا البوتشيليزم، اللي هو التسمم الغذائي caused by Clostridium botulinum. والأغذية المعلبة اللي عادة تصاب بهذا المرض عندنا الكانيد أسبارجس، اللي هو الهيليون المعلب، الجرين بينز، الفاصوليا الخضراء، غارليك إن أويل، كورن الذرة، سوبس، ريب أوليفز، تونا فيش، سوسيج، لينشون ميت، فيرمنتد ميت، سالد دريسينج، and smoke fish containers. هذه كلها ممكن تصاب بالبوتشيليزم عن طريق الكلوستريديوم بوتيلينيوم. A sign and symptom may include constipation، اللي هو الإمساك، ال bad temper، المزاج السيء، excessive drooling when feeding، sagging eyelid، اللي هو ذبول الجفون، flat facial expression، lethargy، اللي هو الخمول، respiratory difficulties، اللي هو صعوبات في التنفس، slow or improper reflexes، اللي هي ردات فعل بطيئة، floppings and poor muscle tone، اللي هي ضعف في العضلات. آخر شيء عندنا ال unfocused eyes. ثاني مرض عندنا اللي هو الدياريا، اللي هو الإسهال. causative agent أو العامل المسبب له اللي هو الإيكولاي. This disease commonly occur in canned seafood. هذا المرض يحدث بشكل شائع في الأطعمة البحرية المعلبة، مثل الأبالون، الكراوفيش اللي هو جراد البحر، الدونجنيس كراب، فيش ستيكس اللي هو أعواد السمك، سمك الهاليبوت، الأكتوبس اللي هو الأخطبوط. ثالث مرض عندنا اللي هو الألبومينوريا، وهو الزلال البولي. It is kidney problem، هو عبارة عن مشكلة في الكلى،
in which filtration capacity of kidney reduce بحيث تقل قدرة الكلى على الترشيح. BPA bisphenol A which is used in the can linen هذه المادة تستخدم في بطانة العلبة بإمكانها التسبب في oxidative stress to kidney tissue اللي هي تسبب في إجهاد التأكسدي لأنسجة الكلى. رابع مرض عندنا اللي هو الغاسترونتريتيس اللي هو التهاب المعدة والأمعاء. causative agent اللي هو العامل المسبب responsible for this is Campylobacter jejuni and Clostridium perfringens. symptom associated with gastroenteritis اللي هي الأعراض المصاحبة لهذا المرض are diarrhea اللي هو الإسهال, high fever حمى شديدة, severe inflammation of the intestine along with ulceration اللي هو التهاب الأمعاء الشديد مع التقرح, and blood stool اللي هو البراز الدموي. أكرمكم الله. آخر مرض عندنا اللي هو الكوليرا is caused by Vibrio cholera وهو مرض بكتيري transmission through food and contaminated water also بإمكاننا قضاء عليه عن طريق طهي الطعام عند 700 درجة مئوية. وأيضا الكوليرا تسبب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد. السلام عليكم, أنا خلود لبثاني وراح أتكلم عن البريسيرفيشن طرق حفظ وحماية الأكل المعلب. الطريقة الأولى هي نتحسن من عمليات التعليب improving canning process عن طريق نعالج بالhigh and low temperature درجات الحرارة العالية والمنخفضة لتعقيم أفضل, ونستخدم الستروليزيشن والووتر باث بويلينج والبروشر كانينج, وطبعا على حسب طبيعة المواد الغذائية حنستخدم هذه الطرق. الطريقة الثانية هي بالإشعاع الراديشن عن طريق أن نستخدم الأشعة فوق بنفسجية عشان نقدر نتحكم بتجمعات الكائنات الحية الدقيقة. عملية الراد بروتايزيشن هي عملية يتم فيها التعقيم بالإشعاعات الكهرومغناطيسية واللي حتنتج بيروكسيدات من الماء في الخلايا الميكروبية. الطريقة الثالثة بالمواد الحافظة الكيميائية Chemical Based Preservative اللي هي Simple Organic Acid Sulfide Ethylene Oxide وSodium Nitrate والEthyl Formate, وهي مواد كيميائية مختلفة تعتبر بشكل عام آمنة من قبل إدارة الغذاء والدواء, وهذه العوامل الكيميائية تأثر على الكائنات الحية الدقيقة بحيث أنها تعطل البروتين والحمض النووي وغشاء البلازما وتكاثر الخلايا. والطريقة الرابعة بالمنتجات الميكروبية القائمة على أساس التطبيب Microbial Product Based Inhibition البكتيريوسينز, وهي عبارة عن بروتينات مبيدة للجراثيم ونشطة ضد البكتيريا, والمنتج الأكثر استخداماً والمعتمد هو النيسين. وبالختام نقدر نعتمد على الأطعمة المعلبة وتعتبر خيار صحي جيد إذا ما توفرت الأطعمة الطازجة أو المجمدة
ومش كل الأطعمة المعلبة صنعت بنفس الطريقة، فلازم تقرأ المكونات قبل ما تشترونها. كده انتهينا، شكرا على حسن استماعكم.